السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أوقفت شركة البث الإذاعي والتلفزي في موريتانيا بث المحطات التلفزيونية الخاصة في البلاد والبالغ عددها 5 قنوات. وكانت شركة البث الإذاعي والتلفزي قد حددت منتصف يوم الثلاثاء موعدا لقطع البث عن القنوات إذا لم تسدد ديونها التي تناهز المليار أوقية. أدى الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز زيارة اليوم لمقاطعة توجونين، شملت منشآت صحية وتعليمية ومركزا للحالة المدنية في المقاطعة. وكان الرئيس قد زار يوم أمس مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، وشملت زيارته بعض المؤسسات التعليمية والصحية إضافة إلى مركز للحالة المدنية هناك. عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار السياسي في موريتانيا اجتماعا بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط. ناقشت خلاله مقترحات الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار حول المدونة الانتخابية والمجالس الجهوية والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. نظمت الجمعية الموريتانية للمعوقين حركيا بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين ورشة تكوين في نواكشوط حول حقوق الشخص المعوق. وتسعى الورشة التي تستمر 3 أيام إلى إعداد تقرير تكميلي يكون موازيا لتقرير موريتانيا حول الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.